السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم في قناة روائع وابداع دهبوكا. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، مروحة فريش بوكس. المروحة دي مش شغالة خالص، لا شغالة المروحة الكبيرة اللي بتاعت الهواء ولا موتور الجريل. هنجرب كده ونشغل ونشوف. طبعا هنحط كده في السيريال بتاعتنا. سبحان الله، شوف هي جاية مش شغالة يا جماعة. اصحابها بيقولوا لي مش شغالة. طيب بتقطع معاهم من ايه؟ طيب نخليها كده يمكن مقلوبة اهو كده يا جماعة. بسم الله. شفتوا يا جماعة كده ما اشتغلتش رغم انها حاطينه في الكهرباء يا جماعة، اهو زي كده. طيب كده ايه السبب يا جماعة؟ في حاجة هنا يا جماعة، في حاجة هنا في الاسلاك دي. طب انهي طرف فيهم؟ هنحاول نراجع نفسنا كده ونشوف الاطراف مع بعض. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة بتتحرك لما بمسك السلك، بس انهي سلكة يا جماعة؟ هنمسك السلكة دي ونحاول نمسك سلكة سلكة بالراحة من غير ما هينزل السلك. هنمسك اول سلكة دي يا جماعة. بسم الله. لا مش هو يا جماعة، يعني لما بنهز السلك كان بيشتغل كده. ما تهزش، مش هي يا جماعة السوداء. طب نشوف الطرف الاحمر. بص يا جماعة الطرف الابيض. طيب نشوف كده الطرف الابيض ده طرف السرعات. بص يا جماعة اهو كده. اهو نحاول نحطه تاني، تحط الطرف التاني اهو يا جماعة كده. نجيب اي كده حاجة مفكر او ابرة ونحطه ده بالضغط كده يا جماعة، بيدخل بروح قفشة فيه اهو كده ماسك. طب نجرب كده. بسم الله. برضو ما اشتغلش. طب ده طرف الباور، ده طرف الكهرباء اللي رايح لهناك، وادي طرف. ايوه يكون الطرف التاني للساعة. طيب نشوف كده يا جماعة، احتمال نشوف الطرف ده اهو ممكن. شفتوا يا جماعة؟ هنقطع دول ونحاول نعملهم ايه، نلزقهم على طول مباشر اهو كده يا جماعة. اهو ده كمان نعري السلك. دول كانوا رابطين مع بعض بس بان عليه فردة فكة. وهنشغل كده يا جماعة اهو. يا جماعة كده ثلاث اطراف دولك مع بعض. طبعا الطرف جاي من الساعة، يعني دايما الكهرباء، يعني ده جاي من الساعة دي يا جماعة ورايح الكهرباء العمومية اللي هتغذي ايه السرعات اهو كده يا جماعة. طب نجرب كده، ممكن مجرد سلكة. وادي الطرف الارض نشوف احنا وراء يعني حاجة حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، هنحطها في الايه الكهرباء. بسم الله. الحمد لله، كفى الله اول سرعة مثلا. وقف شوية اهي يا جماعة، اول سرعة، تاني سرعة، تالت سرعة، وكفى الله المؤمنين. الحمد لله، مجرد سلكة مش راكبة كويس او مش عاملة مش ملحومة كويس لحمناها. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.